المصير والاستقلال والعودة، وتدمر دباباتها وجنودها حقوق الإنسان ومبادئ الإنسانية جمعاء، وتمنح الحصانة من العقاب، ويتم إمدادها بالفيتو والسلاح في ظل معايير مزدوجة وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وفشل دولي في عدم اتخاذ خطوات لردع إسرائيل ومحاسبتها على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. بينما نجتمع الآن، يتعرض 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة للمذبحة والحرمان، وأصبحوا ضحايا للمرض والوباء والجوع والعطش، إذ تستخدم إسرائيل المجاعة ونقص العلاج والدواء كسلاح حرب، وقامت بقتل وجرح وتعذيب الآلاف من أبناء شعبنا. فقد استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة أكثر من 29,000، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتم ترحيل قسراً أكثر من 1.5 مليون فلسطيني حاصرتهم ودفعتهم في مدينة رفح إلى حافة الهاوية والإبادة والتهجير القسري. فمن ينجو من الرصاص يموت من المجاعة. لقد دمرت آلة الحرب الإسرائيلية عمداً البنى التحتية والاجتماعية من منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية لإلحاق الأذى وخلق ظروف معيشية قاهرة لأبناء شعبنا، في تكرار بشع لجريمة النكبة التي ارتكبتها عصاباتهم منذ العام 1948، في تنفيذ لسياسات ممنهجة للحكومات الإسرائيلية في وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين، إما القتل أو التهجير القسري. كما تكثف هجومها على منظمات الأمم المتحدة بشكل عام، وبالأخص على منظمة الأونروا، لتقويضها باعتبارها شريان حياة لأبناء شعبنا في غزة وفي كافة أماكن اللجوء. وهذا يتطلب موقفاً دولياً حازماً في رفض خطط نتنياهو وحكومته، والتأكيد على أنه لا بديل لمنظمة الأونروا ودورها الآن وفي المستقبل، ولا تقليص لمهامها أو إضعاف لتمويلها وولايتها حتى تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، استناداً للقرار 194. إنما يحدث في غزة يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. سيدي الرئيس، السيدات والسادة، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس مستمرة ومرتبطة بشكل كامل بمنظومة الاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه إسرائيل في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، من قتل واستيطان واجتياحات يومية وإرهاب لمستوطنيه. والآن تعد لإشعال الضفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر رمضان المبارك من خلال إجراءات تمنع أبناء شعبنا من الوصول إلى مدينتهم المقدسة القدس، وتحديداً إلى المسجد الأقصى المبارك. لا يوجد مكان آمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي كل زاوية نرى الموت ونرى الدمار ونرى الألم. Mr. President, ladies and gentlemen. السيدات والسادة، بودي أن أسترعي انتباهكم إلى سياسات إسرائيل القمعية، والتي ترقى إلى كونها جريمة إبادة وفصل عنصرية وتطهير عرقية، وذلك يمثل تهديدا استراتيجيا وخطيرا للقضية الفلسطينية. أحث المجتمع الدولي على الاستجابة على نحو استراتيجي من خلال اعتماد خطوات لا رجعة فيها، بالإقرار بدولة فلسطين
الفلسطين وإعطائها عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومن خلال فرض المساءلة على إسرائيل ومن خلال دفع بالدول إلى الوفاء بالتزاماتهم ومسؤولياتهم، ووجب على الأسرة الدولية أن تنفذ على نحو مستعجل قراراتها الخاصة وأن تمارس الضغط اللازم على إسرائيل وأن تطالب ب